النهارده بينورني وبيشرفني النجم الجميل النجم ايهاب فهمي. اهلا بيك في شبكه تلفزيون الحياه. اهلا بيك يا فندم، اهلا، منورين الدنيا. الف الف مبروك على بليغ حمدي. ربنا يبارك في عمرك. اخذ منك وقت طويل، تحضيرات وبروفات، يعني جينا المسرح كم مره وكحتك كنت شغالين على الموضوع يعني قدم وساق. الحمد لله كرم ربنا، ربنا وفقنا في عرض مهم جدا. انا بشتغل مع عرض، يعني اجمل جمله سمعتها من بعض الزملاء، ايهاب بيفكر بره الصندوق. فانا رديت قلت لهم لا، هي مش بره الصندوق، هي انا عشق تماما لرمز من رموز مصر. يمكن قلت مع سيادتك في حاجه قبل كده، يمكن في برنامج قلناه في القاء، قلت حاجه شبه كده. هو في رمز مصر الان محتاجه لرموز، محتاجه نبين قد ايه عظمه هذا الوطن وفنانين هذا الوطن ونجباء هذا الوطن عموما. احنا محتاجين نلقي عليهم الضوء، فربنا اراد ان انا اعمل الدور ده. كان بدا البروفات الفنان الاستاذ العظيم محمد الحلو، وكان بعد الظروف الخاصه الصحيه خاصه بيه انا نزلت اشتغلت، والحقيقه اشتغلت من وجهه نظر تانية خالص. طبعا ده مطرب جامد جدا وانا ماليش في الطرب، وانتم ان شاء الله هتستمتعوا معانا في السهره دي النهارده. دربت نفسي، انا بلعب مزيكا، الناس ما تعرفش الموضوع ده، انا بلعب مزيكا اساسا. الحمد لله انا فرحان ان هيكتب في تاريخ حياتي ان انا جسدت شخصيه الموسيقار العظيم بليغ حمدي على المسرح وفي الفيديو، وبعمل ظاهره جديده او بعمل طريقه جديده يمكن ربنا يكون قدرني فيها. انا ضد المدرسه الشكليه، انا ارى دايما ان الخواجه لما بيجي يعمل ما بيعملش مدرسه شكليه خالص خالص، لان احنا انا عايز اقول لك ان العظيم احمد زكي هو 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 ملوش علاقه بزعيم عبد الجمال عبد الناصر، ملوش اي علاقه شكليه، انك انت تبصي له هتقولي هو ده جمال عبد الناصر. انك تصلي بالاحساس، طبعا انا ما اقدرش اقول ان احمد زكي، يعني انا بقول انك تصلي بالاحساس بطريقه الاداء، انك تغوصي جوه الشخصيه فالشخصيه تبقى انت بس. طب انت اعتقد المسرحيه مركزه على الوقت بتاع القضيه والمشكله، فانتوا يعني ايه نواي بتدوا له حقه او بتردوا له اعتباره، بتعيدي محاكمته التاريخيه بالظبط. المرحله دي هو كان كبير شويه في السن وانت اصغر منه خالص دلوقتي يا ايهاب. لا ما عجزت خالص، لا خالص. يعني الشعر الابيض ده ملوش دعوه. لا 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 لا, لا. بصي، يعني زي ما بقول لك الحمد لله في بعض ماشيه في الجسم، في بعض تونالتي صوت بنروح وبنرجع، الصعوبه يعني انا مش عايز اتكلم عن نفسي عشان ده رايي. انا عارفه ان انت عامل بليغ حمدي بجد، يعني بيشوف ايهاب فهمي في مسرحيه هيقول ده استاذ بليغ حمدي. قدرت توصل للموضوع ده ازاي؟ هل شفت له فيديوهات، شفت له حاجات، اتفرجت له على صور؟ ما انت عشان اكيد انت متعلق بيه من وانت صغير وبتسمع له اغاني، بس ان انت تتقمص الشخصيه عملتها ازاي؟ انا قعدت 14 سنه حلمي لما عملته في العندليب، وانا لما عملت الدور ده الاستاذ جمال عبد الحميد العظيم وداني عند الاستاذ عمار الشريعي، وقعدنا الله يرحمه نص ساعه مثلا او ساعه، وقعد يديني تفاصيل كتيره جدا، واتصاحبت على هيثم الله يرحمه ابن اخو الاستاذ بليغ حمدي. الحقيقه هيثم رحمه الله عليه كان اداني داتا كبيره جدا، الداتا دي اتحفرت في دماغي، حفر في جسمي في شكلي. فلما جم بليغ هم، حتى الناس، كان الاستاذ ايمن حكيم المؤلف كان بيقول لي انت تعرف الحاجات دي منين؟ قلت له لا، عارف حاجات دي من كتير ومن اصدقاء، ومن انا كان صديقي الاستاذ عصام بصيله والاستاذ حلمي باكر، كل الاساتذه الكبار دول اللي عاشوا مع الاستاذ بليغ حمدي انا بشوفهم وبنشوفهم في اعداد خاصه، وانا بحب المزيكا، بحب اعداد المزيكا عموما يعني. فالحمد لله انا وصلت ان انا ابقى يعني جوه الشخصيه، جوه الشخصيه. لكن انا والله انا فرحتي ان انا بعمل بليغ حمدي زي ما انت بتقولي، انت جوه بليغ حمدي شخصيه عظيمه قوي وانسان، وانت مش هتشوفيه من خلال المحاكمه بس، احنا بنعمل فلاشات باك رجوعا الى الحياه مع الاستاذ عبد الحليم حافظ، مع الاستاذ عبد الوهاب، مع السيده ام كلثوم، مع كل العظماء في هذا العصر. وبليغ مش محتاج مسرحيه، بليغ محتاج مسلسلات. المسرح الغنائي مسرح صعب، مبسوطين ان انتوا بترجعوه من تاني، ان اللي يجي يتفرج يشوف وجبه دسمه من الفن. ايه بقى المغامره اللي كانت في الموضوع ده؟ بصي دكتور عادل عبده الحقيقه لما مسك القطاع الفنون الشعبيه والاستعراضيه عمل طفره كبيره جدا، والحقيقه بكل يعني ما نحطش راسنا في الرمل، اول مره من 10-12 سنه نرى اوبريت، ده يعد اوبريت تمثيل وغنى ورقص واوركسترا لايف. هذا العرض عرض غير عادي في هذا الزمن، في الابديت الجديده، في اللي كل حلقه الكترونكس، كل حاجه مسيطره عليكي، تشتغلي لايف وتشتغلي بمزيكا وبلزمات مزيكا وبدخول مزيكا، احنا بنعمل كل يوم حفله، ده صعب، شيء صعب. فعشان كده احنا الابطال الحقيقيين، انا بقول الاوركسترا
اللي هي شغاله مع الممثلين وشغاله مع واحد انا صوتي يخش في شجر يعني، فهم مستحملين كل الحاجات دي. ومع الباليه مع الاستاذ عادل عبده، دكتور عادل عبده عمل سيمفونيه حلوه انا بحيي عليها قوي. هل هتعرضه خارج القاهره او خارج مصر؟ اه ان شاء الله، في خارج مصر، في الامارات وفي سلطنه عمان وفي المغرب وفي تونس. انا بجد بشكركم على المجهود الكبير اللي انتوا عاملينه، انتوا عاملين حاجه مختلفه. الحمد لله. يعني اي حد عايز يخرج اسره تيجي هتيجي تستمتع جدا بالمسرح معاكم، مجهود كبير جدا 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 في المسرحيه. بصي رد فعل الناس بالنسبه لتقوليه، انا كل الجيل بتاع الاستاذ بليغ حمدي اللي هم شافوني قال لك بليغ، طبعا انا واحد لكن معايا كل زمايلي نجوم. ان احنا قلنا الجمله دي، بنتفرج على فرجه حلوه ما حدش يتكسف منها، فاجيب ولادي اجيب عيالي اجيب مراتي اجيب، يعني المسرح ده احنا محتاجينه قوي. وبعدين مسرح القطاع العام مات مات يعني، انا ربنا يعيني في اللي جاي. انا بالنسبه لي انا ايوه عايزين نبارك لك بقى. ميرسي فن، ميرسي جدا. رئيس المسرح الكوميدي، مدير المسرح، مدير المسرح الكوميدي. الحمد لله. ربنا يقدرني. انا طبعا تشرفت يا استاذ ايهاب، وانا عارفه حياتك كمان عندك مسؤوليات تانية. طبعا انا تشرفت بتكليف الدكتوره ايناس عبد النايم اللي هي ليها معزه خاصه جدا عندي، لان انا بحب الوزير الفنان، وهي فنانه عازفه فلوت مميزه جدا جدا، انا كنت بستمتع بشغلها. ولما جت وزيره بقيت يعني بقول لما في حاجات حلوه ايه. فالحقيقه التكليف ده انا ما اقدرش ارفضه وما اقدرش اقوله، رغم ان لم اعتاد هذا العمل الاداري، وربنا يعيني لان ظروف الشغل كتيره، لكن ربنا يعيني واقدر اقدم الجديد. لو مش هقدم الجديد همشي حياتك قدها وقدود ان شاء الله. ان شاء الله. حاسين ان احنا كنا وشنا حلو عليك. ربنا يبارك لك. طبعا انت دخلت وحصل. ألف ألف مبروك على طبعا سيرة حب، وألف مبروك على التايتل الجديد. واحنا عارفين ان في اعمال جايه في رمضان هنتكلم عليها المره الجايه، عشان احنا يا دوبك دلوقتي المسرح هيستطر على طول. انتوا هتنورونا والدنيا هتنور بيكم، واتمنى ان احنا نكون قد المسؤوليه، واتمنى ان احنا نعيد لهذا المكان رونقه، ونعيد اسم بليغ حمدي لمكانه الطبيعي اللي انا ابني اللي عمره 7 سنين بيغني يا حبيبتي يا مصر. فلما رجل يؤثر في هذا العصر لهذه الفئه من الاطفال يبقى ده موسيقى عظيمه. صح، اعماله عايشه معانا كلنا. طبعا دلوقتي. طبعا فعلا. طبعا. ميرسي جدا ونورتونا.